مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مباشرة أرحب بالباشمهندس مروان. مرحب بك باشمهندس وصباح الخير عليك. صباح إيجابي. جميل. الصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم، صباح إيجابي، صباح مشرق. نتمنى أن نقدم إضافة في تناولنا لموضوع الإيجابية وموفقين إن شاء الله. الله يجزاك العافية. بداية لما نتكلم عن الإيجابية بتبادر لأذهان الناس أي شيء إيجابي، معناتها أكيد نحو الأفضل يعني. نعم. لما نقول إيجابية بمفهومة بإعتباركم مدربين في المجال يعني. نعم. هي الإيجابية يمكن تكون من الحياة مهمة جدا بالنسبة للإنسان، وهي من النعم يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. إن تكون نفسك تواقة للإيجابية وإنك تسعى دائما للأفضل والأحسن. في أن التنمية البشرية الإيجابية هي مقوم أساسي في أنك تقدر تحقق طموحاتك، ترتقي بأعمالك، ترتقي في المجال الأكاديمي، في المجال العملي، في المجال العلمي، في كل المجالات حتى الحياتية. صحيح. بتحتاج بقدر الإمكان أنه يكون عندك نظرة إيجابية للأشياء، لأن الإيجابية بتكون زي محفز في أنك أنت تقدر تصل للحاجة بتاعتك اللي أنت عاوزها. الحاجة الثانية هي مفتاح النجاح الأساسي هي الإيجابية، لأنه ما لم تتملك المفاتيح لن تستطيع فتح الأبواب. أي باب من أبواب الحياة مهما كان المسمى بتاعه، مهما كان شكله، مهما كان حجمه، مهما كانت التحديات اللي أنت بتواجهك في أنك أنت تحقق الحاجة دي، ما لم تمتلك مفتاح الإيجابية ما حتقدر تصل للباب وتفتح وتدخل الحاجة اللي تتحقق. لذلك قالوا أجمل وأروع هندسة أن تبني جسرا من الأمل على بحر من اليأس. نعم. يلا دي هنا قمة الإيجابية. هي فكرة البناء ذاته في نفسها اللي أنت بتقولها دي، بناء الجسر. بناء الجسر ده ما لم تكن عندك فكرة إيجابية في إنه في إمكانية إنه أنا أصل أو أعدي الضفة دي. يعني الجسر ده معناته أنت عملت حاجة توصلك للضفة الأخرى. صحيح. يلا دي ما لم تكن عندك فكر إيجابي وعمل إيجابي واستثمار لمواهبك الداخلية إيجابي برضو، ما حد يتصل للحاجة دي. طبعا. فبالضرورة إنك أنت تكون الفكرة بتاعتك مبنية من البداية على إنه ممكن دي كافية جدا لإنه الزول يقدر يحقق كل الحاجة اللي بعده. طب نعم. بنضحها تتميز الأشياء، يعني مثلا لما نتحدث عن الوجه الآخر لهذه العملة السلبية. نعم. السلبية. السلبية طبعا يمكن معوق أساسي لكل الطموحات ولكل الأعمال، لأنه زي ما قال الأستاذ محمد سليمان إنه الأشياء بضدها تعرف. صحيح. فإحنا بنتكلم عن الإيجابية ونجي نجيب السلبية، يبقى معناتها كل المقومات الموجودة في الإيجابية بتكون مفقودة تماما في السلبية. السلبية يمكن بتحقق للإنسان حاجات يعني صعبة، يعني يمكن كل التفاصيل اللي أنت دار تصل لها طالما جواك في سلبية معناتها هي بيحصل لها زي ما تقول انهيبيشن، يعني بيحصل لها تثبيت. فدائما الإيجابية بيكون الواقع بتاعها دائما نجاح ومثمر وتحقيق للأهداف. السلبية عكسها تماما، هي بتكون المحلال، فيها فشل، فيها رجوع. حتى إذا كنت أنت مثلا في مرحلة في مرتبة محددة، إذا رافقتك السلبية في حاجاتك هتحقق لك نتائج عكسية. صحيح. تحقيق النتائج العكسية من السلبية دائما بيوصل الإنسان لمرحلة ما بيقدر تاني بعد ذاك يحقق حاجاته. لكن الكويس انه في علم التنمية البشرية في مقومات بتخليك انك انت تقدر تصل تتحول من المرحلة السلبية الى الايجابية. والحاجة الاهم من دول كلهم انه علم التنمية البشرية بمدكك الادوات الاساسية، يعني بوريك انك كيف انك انت تكتسب المهارات اللي بتخليك انك تتحول من انسان سلبي الى انسان ايجابي. طيب نحن نرحب بك مره ثانيه يا باشمهندس. انا والله سعيد جدا. نرحب كمان برضو بمشاهدينا الكرام، سعيدين كمان برضو بكل المكالمات اللي حجينا على الهوم مباشره 0883 43 78 99 و 0883 40 77 77. رقم التواصل بيننا وبينكم الايجابيه، ان تكون ايجابي في الحياه ودعوه في هذا الصباح، ونحن في بدايه اسبوع جديد. لكل الناس التوفيق حلي في الجميع، وكل الناس الماشيين للعمل او الدراسه ربنا ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله، يكونوا ايجابيين في تفكيركم ان شاء الله، وايجابيين حتى في اخذهم للاشياء حتى لو كانت
سلبية. أنا دايف بحاجة لك لها. كيف أكون أخذ الشيء السلبي بجانب مشرق أو جانب إيجابي يعني. يعني الإيجابية قبل ما نخش في خطواتها والأشياء اللي بتقود للإيجابية، هل الإيجابية هي أمر فطري ولا أمر يصنع صناعة يعني؟ هي دائما بداية الإيجابية بتبدأ من التنشئة. التنشئة الآن هي أنت بتتلقى منها المعارف الأساسية بتاعتك. يعني دائما عشان كده دائما البيت هو زي ما تقول حجر الزاوية في بناء الإنسان. كل ما كان في البيت ناس بتفكر بإيجابية، بتتعامل بإيجابية، بتطلع للإيجابية في إنها تحقق حياتها كلها، كل الحياة دي كلها مربوطة بالإيجابية في إنها تحقق أهدافها، بيقوم الأطفال والنشء بيقوموا على هذا المبدأ. إذا هي غرسة. نعم هي مكتسبة، مكتسبة من النشء، بعد ذلك بتمشي طوالي. لكن بيبقى الفهم شنو؟ الفهم في إنك أنت كيف تغرسها في الأطفال وكيف إنك أنت تدرجهم، لأنه في حاجات بتكون أكبر من العمر بتاع الطفل عشان يقدر يستوعب لك انك انت مثلا انه الفرق ما بين الايجابيه والسلبيه، وانه كيف يتعامل بايجابيه مع الحاجات وكيف يفكر في ايجابيه، لانه التفكير برا ما كافي. الايجابيه هي التفكير الحاجه الاساسيه والطريقه بتاعت التنفيذ. يعني انا فكرت في حاجة إيجابية، في مثلا أنا داير أحقق حاجة مثلا محددة، سواء كانت على المستوى العملي أو المستوى العلمي أو المستوى الحياتي أو الاجتماعي أو الطبقي، أيا كان المسمى. أنا بعد أفكر في الحاجة دي ما لم أديها بعمل بيبقى ما نفهم منها فائدة. عشان كده الإيجابية هي تفكير وطريقة بتاع العمل. صحيح. أو خطة بتاع العمل. الحاجة الأهم من ديل إنه دائما بعد انت تكون ده تبقى ايجابي بالضروره يكون في حاجه سلبيه. هنا بنتعامل بحاجه اسمها الاحلال والابدال. الاحلال والابدال انه انا استخرج الحاجه الكعبه وادخل الحاجه الكويسه، ده بمفهوم بسيط جدا يعني. يعني انا ما لم ادخل فهم او فكره او اسلوب جديد او طريقه انا داير اتعامل بيها، ما لم ادخل الحاجه دي ما حقدر اطلع الحاجه اللي هي اللي قبلها، سواء كانت سلبية او كان مثلا تصرف او كان فعل او كان قول او كان اي حاجة. تمام. نحن تعاملنا كمان برضو مع الاطفال محتاجين كمان برضو نغرس فيهم كيف هم يكونوا ايجابيين في طريقة تفكيرهم والصعوبات اللي بتواجههم مثلا في المراحل الاولى. كان خلينا ناخذ زينب في كتلفون ممكن برضو يوجه لك. نعم نعم. مرحبا زينب. طيب طبعا المرة الجاية أكون إيجابية وتستمر تاني ونحن متواصلين من خلال هذه الفقرة. والحديث عن الإيجابية له جوانب كثيرة جدا، حتى مواقف ونماذج ممكن تكون في الحياة لها دور في إنها تعكس برضو التجارب، ممكن تكسبك إنك تكون أكثر إيجابية. صحيح صحيح. من مطب إلى مطب. فعلا صحيح. يعني محمد ذكر موضوع الأطفال، لكن قبله يعني كثير من الناس يعني قد تواجههم مصائب في الحياة ويقولوا ده أمر سلبي. نعم. بينظر له بعين السلبية الشديدة، الواحد بيقعد في حتته ما بيتحرك تاني. نعم. بينظر له بشيء إيجابي إنه أنا أتعلم منه لقدام أمشي، بتلقاه لقدام بيمشي. نعم. فكيف ننظر للأشياء السلبية أو العثرات في الحياة بنظرة إيجابية؟ نعم. هي أنا زي ما قلت قبل إنه بالضرورة تكون في مقومات موجودة في داخلك أنت بتقدر تستثمرها عشان تقدر تواجهها، حتى قرارك في انك انت تبقى ايجابي. انا كوني ما ابقى ايجابي هو قرار داخلي. بعد ذلك بيبقى كيفيه انه انا اصبر على الحاجه دي عشان انا اوصل نفسي للايجابيه اللي انا بنشودها. دي بتعتمد على حاجات محدده. اول حاجه فيها الصبر والمثابره. الصبر والمثابره دول الاثنين عاملين اساسيين جدا بخلي الانسان انه عشان الانتقال من مرحله الى مرحله بيحتاج منك لجهد خرافي ايا كان الفكره. يعني ايا يعني مثلا انا مثلا النظام بتاع الشغل بتاعي بيقتضي انه مثلا انا اخذ فتره كبيره جدا برا البيت، فدار اغير البرنامج بتاعي ده. دي عشان انا اغير الحاجه دي بتحتاج مني زمن. ليه؟ لانه انا بكون الحاجه اللي تخليني انا اكون برا البيت معناتها عندي مجموعه بتاع العوامل، مثلا شغل، متابعه بتاع العمال، امين، كل الحاجات التفاصيل دي. بعد ذاك الزمن اللي انا باخده وانا ماشي وانا جاي، بيبقى معناتها انا اخضع الحاجه اول حاجه للتفكير انه انا حاقوم اتنازل عن شنو؟
يعني حتنزل انه مثلا من زمن مثلا بتاع شغل عشان انا مثلا قضيت عن يوم، ولا انا حتنزل من جهد من انا ببذله اكلمه انسان ثاني، ولا هعمل شنو؟ يلا التفكير ده هنا بيقودك لانك انت تطرح الحلول. بيبقى بعد ذلك في التحليل، انا اقوم احلل الواقع، الواقع بتاعي انا داير اغيره ده، بعمل له تحليل. التحليل ده بيقبل لي الحاجات دي، بيتنخب منها نتائج. النتائج دي هنا، دي هنا الايجابيه. النتائج دي المقتضى انه انا كيف اتعامل معها. يلا انا اقوم اسقطها على الواقع واتعامل معها. بيبقى الايجابيه انه انا اول حاجه فكرتها، انا حللتها، انا طلعت بنتائج، انا نفذتها. اربع خطوات اساسيه بتخليك انك انت تصل للحاجه. تمام، صح. طيب مروان، ممكن في تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بالبيئة المحيطة. نعم. يعني الشخص اللي بيكون موجود في بيئة مثلا إيجابية أكيد حتأثر. حيكون إنسان إيجابي بلا شك. شخص إيجابي وسط مثلا بيئة سلبية ممكن بمرور الزمن بيتأثر. دي أنا بيبقى على حسب كمية التأثير أيهما أكبر. نعم. يعني هو ذاته بيقدر يكافح ويحافظ على. لا، الشخص الإيجابي في بيئة سلبية ده والله صعب كبير. صعب مش بنشوف خلود. نعم. طيب بعدك ما شاء الله تعمرك 33 سنة، 33 35 كده. نعم. كتر خيرك. أنا تصور 30 أنا مظاهر بشكل يعني. البيئة ودورة من خلال تجاربك أنت يعني. ناس شفتهم، نماذج انت شفتها في الحياة. نعم. وحتى في الدراسة في مرحلة الجامعية ومرحلة العمل كمان. نعم. تأثيرات ممكن تكون للبيئة في الشخص الإيجابي. نعم، هي البيئة والله يمكن تكون زي ما قلت قبل، هي حجر الزاوية في إرساء القيمة الإيجابية داخل الإنسان. نعم. يعني حتى التفاؤل بينتشر، يعني إذا أنت مثلا تفاءلت خيرا بتلقى إنه الحياة كلها بتكون صعبة في الاتجاه ده. وابسط دليل على الحاجه دي من التفاؤل، التفاؤل العنوان بتاعه الابتسام، والابتسام المرضيه. يعني ناس اللي انت مثلا ماشي في الشارع اذا ابتسمت بتلقى انه كميه من الناس بتبادلك الابتسامه. ضد الفعل. أيوة. الابتسام بيكون الابتسامه. صح. دي بيبقى معناتها شنو؟ اطلاق الايجابيه هي ممكن تكون قولا او فعلا. يعني انا ممكن مثلا اذا تبسمت في وجه انسان، شوف عندنا في ديننا الحنيفية مربوطة بالصدقة، هي صدقة. نعم. و في ناس إيجابيين جماعية، يعني في ناس عندهم الإيجابية جماعية، ما بتكون مقتصرة علي أنا مثلا كمروان، أو مثلا مقتصرة على محمد عمر في شخص براه، ولا مقتصرة على محمد سليمان في شخصه، بتكون حاجة عامة. يعني بيحاول بقدر الإمكان من الإيجابية بتاعته دي تحيط بكل المحيطات بتاعته، يعني سواء كان المجتمع الصغير أو المجتمع الأكبر أو المجتمع الأكبر، بيحاول بقدر الإمكان بينشر الإيجابية دي. ودي حاجة أنا بدي أحكي بقى قصة لطيفة يعني. طب القصة اللي بتخليها بعد ناخذ رقية. جدا ناخذ رقية هذا. مرحبا. ألو. عليكم السلام، مرحبا. معاكم رقية. رقية من درمان، مرحبا بك يا رقية. طيب تاني معنا يا رقية ولا؟ ايوه تفضلي. طيب شكرا لك رقية على اتصالك وعلى المشاركة. يقول الإيجابية معدية. نعم، بعدك نرجع للقصة. بلا شك، لأنه الإنسان بطبعه يتذوق حلاوة النجاح، أو الحاجة الكويسة بيحاول إنه يقيس الاثر بتاعه عند الناس اللي حوالينه. فعشان كده دائما الانسان بيكون الخير له ولاهله، للناس القريبين منه. فالايجابي بيحاول بيبدا بنفسه، بعد ذاك للمحيط الاصغر، بعد ذاك للمحيط الاكبر. لا. بعد ذاك ممكن تصل حتى على مستوى الدول، وممكن بعد ذاك تجمع الناس في القارات. يعني ممكن كل قاره بتكون تحاول انها تميز نفسها عن القاره الاخرى. ده هنا بكل يعني ده هنا العقل الجمعي. فبيبدا معناته شنو؟ الفكره بتبدا من انك انت من الداخل. يعني مثلا قصه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم، ده ما كان ممكن يكون في نفسه براءه. يعني كان ممكن يفكر على نفسه فقط، انه انا والله ربنا هداني خلاص الموضوع انتهى على كده. لكن لا،
الفكرة في انه يعني جاء يسعى يعني داير يحاول زي ما هو وصل مرحلة الايمان ووصل مرحلة القناعة بانه دعا القوم دي المرسلين نعم هو داير يحاول يصدر الفكرة دي للناس عشان الناس ما تدل. القصة داير احكيها قصة واحد اتفضل هذا غير نسمع العجين نسمع على غرب اسراء جدا جدا سمحت لنا اتفضل جدا ان شاء الله على القصة. طيب معنا اسراء. السلام عليكم. مرحبا بك يا اسراء حبابك. يا اهلا وسهلا حبيك. الله يعطيك العافيه. حبيك يا اسراء صوتك ما واضح يا اسراء. يلا بقول البيئة برضو هي دي الاساس ولا الصغار؟ لا الصغار الواحد المفترض يختار الصغار لانه الصغار يحققوه. يعني مثلا لو الواحد يبدا في حياته تقول انه هو بده يحقق الهدف ده. نعم. كده يبدا يعني بده يستلزمه الايجابيه. اسراء فكرتك واضحة يا اسراء. هي بتقول برضو يعني شخص مثلا كان درجاته عالية مثلا في السنين الأولى في الجامعة نعم يختلط بأصدقاء أثروا في مستوى نعم التدني تأثير وتأثر نعم تعليق. للأسف نعم نعم يلا ده هنا التأثير السلبي هي لأنه هو في قرارة نفسه مستعد في أنه يتلقى الأفكار أو الـ 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 الأعمال السلبية أو الحياة اللي بتستدر له سلبية وهو يتقبلها. لكن لو كان نفس الزول ده لأنه لو جيت خطيت الضد بتلقى أنه في زول ثاني خش الجامعة اختلط بناس ايجابيين او ناس كويسين وتأثر بيهم وتحدد النجاح ابقى معنا تجي على الانسان هو اللي بيتقبل الحاجة او بيرفضه. الفكرة الاساسية في انه كيف انك انت تحاول تهيئ نفسك في انك انت تصل للحاجة العاوزة طالما انت هدفك النجاح معناته بالضرورة تحاول تفتش المقومات اللي توصلك للنجاح ده. الحاجة الاهم من دي انه ايجابيتك ما لنفسك ايجابيتك للناس اللي معك ما عليك انت بس يعني انت مرات ممكن انا مثلا نجاحي يفرحني لكن طبعا. ممكن يفرح معايا الناس اللي حواليا نعم الناس يفرح اكثر من يفرح صح. في المية نعم كثيرة جدا من الناس فالزول لو عمل بالمنطلق ده بتلقى انه الايجابية حتنتشر بين الناس كلهم صحيح. في قصة النملة المرة دي هحكي حتى لو جاب حتى لو جاب مكالمة نعم انا ده احكي القصة بتاعت الرجل في شاب الكلام ده بيقوله في بداية الثلاثينات في جامعة من الجامعات فجاء وقت الصلاة فقال يا جماعة انتم بتصلوا هنا وين؟ فقال لا والله ما في مصلى هنا بمحدد لكن في البدروم تحت في غرفة قاعدين يصلوا فيها فاتوضى ونزل مشى لقى البدروم يعني لقى غرفة صغيرة منزوية في حتة رطبة وفاشين فيها زي حصير كده في الأرض وبيصلي مع واحد فقط اللي هو ناس من عامل من العمال الشغالين في الجامعة فاستغرب جدا انه احنا ناس جايين الجامعة كيف انه يكون في ما في حتة يصلوا فيها احنا القرية اللي انا جاي منها فيها مسجد الناس كلها بتجتمع فيه وكده فرفض الفكرة دي تماما فاول حاجة عمله انه يفكر بإيجابية اول حاجة بيجي تاني السؤال بعد طوالي بيجي يمشي يتوضا ويقوم يأذن في نص الكلية يجي في نص الكلية ويأذن فالشباب بيجوا يضحكوا فيه يعني الناس اللي في الجامعه لانه حاجه ما متعودين عليها يضحكوا فيه انه ده يعني ده حاجه جديده يعني ده لما شنو فبعد الحاجه اتكررت لمده يومين او ثلاث او اربع ايام بقت الحاجه دي بالنسبه لهم عاديه بيجوا هم متعودين انه يسمعوا الاذان لكن قللوا من الضحك قللوا من السخريه بعد ذلك مدير الكليه قال الزول ده يعني بعد بيجي يصلي الراجل اللي كان بيصلي معاه تحت في البدروم بيجي يطلع يصلي معه يعني ده بيجي يقيم الصلاة وده بيجي يصلي معه بيجوا اثنين بعد شوية بيجوا اربعة بعد شوية بيجوا خمسة فيوم جاء استاذ من الاستاذ اللي الناس قاعدين يصلوا هو كان بيصلي في مكتبه فقام جاء صلى معه انتهت فبقت زي ظاهرة فقام العميد بتاع الكلية قال ليه انتوا بتصلوا في الفسحة في الكلية سوا يعني بدون ما تفرشوا لكم حاجة ولا يكون عندكم حتة مخصصة فقال الله اساسا في الكلية ما لقينا الحاجة دي فقام صدق ليهم بمسجد نعم
عملوا لون المسجد فرشوا لون كويس وعملوا لون ميكروفون وكده، فبقت الحاجه شنو يعني شوف المبادره، اي مبادره فكره ايجابيه ادت لانه يقوم بناء. الحكمه ما في دي، الحكمه في انه بعد ذاك الكليات كلها طارت بانه زي ما كليه الزراعه فيها مسجد نحن دارين مساجد، فبقت انكسرت المساجد بفكره واحده. وشوف دزول فكر بايجابيه بقت الحسنات صحيح. نعم الموضوع مسارح صحيح، نعم محتاج واجهوه بصعوبات ونقاط، لكن هو لانه ايجابيته قويه اتحلى باثنين الصبر والمثابره. لكن لو كان واحد ثاني كان قال خلاص انا اصلي في البيت روم ده في الغرفه دي وكل سنتين ثلاثه انا اتخرج من الجامعه والموضوع شو الموضوع ده حيستمر سنوات، ولا واحد ثاني فاتخلل كليا هاي وما عمل شيء. نعم للاسف يعني. نعم فدي الايجابيه بام عينيها. نعم هي طيب انك فكرتك انك تحاول ايجابيتك ما تكون مقتصر على نفسك، صح، تنطلق للاخرين، ودي يبدو لي قمه الايجابيه او ايجابيه الايجابيه حتى. نعم. انك تنشر الايجابيه عند الناس. نعم صح. زي بس هي ايجابيه الايجابيه دي انا مربوطه عندي بحاجه ثانيه. ايجابيه الايجابيه دي انا عندي مربوطه بقصه النمله. يعني شوف دي عملت زي ما تقول، انا بالنسبه لي طبعا القصه دي يعني مش مؤثره، هي فكره بتاعت بناء حياه جديده. يعني سبحان الله في الفكره بتاعت القصه بتاعت النمله، قالت حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت النمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف هنا الفكره شنو الفكره، انها هي ما فكرت في نفسها. يعني اول حاجه نادت النمل كله ونبهتهم بانه جيش سليمان جاي. الحاجه الاجمل من دي رد الفعل بتاع سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. اذا هذه الفكره حتى اذا كانت فكره بتاعتك ايجابيه تقابل طوالي رد فعل ايجابي. يعني لا يحتمنكم سليمان وجنوده، كانت الفكره المقابله فتبسم ضاحكا من قولها. اذا معناتها الفكره في انه خلي روحك ايجابيه، حاجاتك ايجابيه، حتلقى حاجات ايجابيه قدامك. طيب خلينا نحن على خواتيم بعد فضل الله 4 دقائق. نعم ما زمن كثير. خلينا نشوف الصفات اللي ممكن يتحلى بها الشخص الايجابي. شنو مثلا يا باشمهندس؟ هي اهم حاجه فيها نمره واحد الصدق. نعم. انك بالضروره انك انت تكون صادق مع نفسك. اثنين تكون متفائل. يعني متفائل في انه بكره حيكون، انا دي برضه من الحاجات اللي عجباني جدا، انا الحاجه دي لقيتها مكتوبه في هايس او بص او روزه مكتوبه ورا، بكره اجمل. صحيح بكره اجمل دي يعني فكره واسعه، بكره اجمل في حياتي، بكره اجمل في شغلي، بكره اجمل في قرايتي، بكره اجمل لاولادي، بكره اجمل لاهلي، بكره اجمل لوطني، بكره اجمل. يعني بس كلمتين بكره اجمل، بهنا التفاؤل، ثم التفاؤل. وده كان بحبنا على عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاؤلوا خيرا تجدوه. وربنا سبحانه وتعالى قال انا عند حسن ظن عبدي بي. دي معناتها الفهم في انك انت كل ما كنت متفائل كل ما كانت الحاجات بتيجي في اتجاهك. بعدين الحاجه الاهم من دير انك تحدد الاهداف بتاعتك. انا احدد الهدف بتاعي، انا داير شنو؟ انا داير شنو ذاتها ما مطلقه على يعني ما انا داير شنو مطلقه. نعم. انا داير شنو؟ وكيف ومتين. بعد ذلك بيجي الكيفيه. الكيفيه دي اهم حاجه، انه كيف انا هحقق الحاجه دي؟ المعينات الان بحتاج ليها شنو؟ التفاصيل الان كل ما احاول المها عشان احاول احددها واقدر القى الانجع فيها والانجح عشان انا اقدر اتصرف معه. الحاجه البعديه اللي هي تجنب احتقار الاعمال، انه ما اقلل يعني ما اقلل من عمل ولا من حاجه انها هي ممكن تاثر على الموضوع ده. الحاجه اللي بتخلي برضه الزول انه يجتهد في انه مثلا يكون ايجابي تقرا قصص النجاح. تسمع قصص النجاح، تسمع كل القصص اللي هي بدت بفشل او كانت قصص فاشله جاها خش عليها فكر ايجابي بعد ذلك قامت تحولت الى قيمه ايجابيه. والرسول صلى الله عليه وسلم من الشخصيات اللي عندها يعني ربنا سبحانه وتعالى جمع فيه كل الحاجات اللي بتخلي الناس انها هي صحيح تدريه. فقصته مع السيده خديجه رضوان الله عليها كانت قمه الايجابيه، قمه الايجابيه من رده فعل السيده خديجه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد جاها قال لها زملوني زملوني دسروني دسروني. وكانت قمه الايجابيه من الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه السيده خديجه رضوان الله عليها برضه بعد
بعد وصل مرحلة النبوة وبعد ذاك تذكر في انه هي نصرتني هي اعطت زنتني لمالها وولدها. نعم. يبقى الناس دي كلها الحياة اللي بتأدي الحياة دي. اول كلمة قالت له قال له كلا والله لا يوصيك الله. الله اكبر. اول يعني شوف الكلمة دي كانت بردا وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عدت من صفاته من الإيجابية انك انت برضو تعدي صفات الزول اللي قدامك ده. ايوه انك لا تقرأ الضيف وانك وانك صادق. اول حاجة صدق. انك صادق وانك لا تقرأ الضيف. وتعين على نوائب الدهر. فهذه كلها صفات بعد ذلك انتقلت لانه ثبتت الرسول صلى الله عليه وسلم بقامة الدعوة. بعد ذلك نهضت الأمة الإسلامية وصلنا المرحلة اللي احنا فيها يعني بعد 1400 سنة بنحتفي بذكراه بانه هو كان قائد وكان حاجة عظيمة جوانا وخلتنا ان احنا نكون ايجابيين في كل حاجة. دخل ختام يا باشمهندس مروان وصلنا لختام الفقرة وختام الحلقة. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن نماذج كثير جدا موجودة في السيرة النبوية كمان. نعم. نشكر في ختام فقرتنا باشمهندس مروان على الكلام الطيب وحديث عن الايجابية انه كيف الانسان يكون ايجابي. نعم. والله نتمنى انه الايجابية تكون شعار لكل الناس وان الناس تقتدي بكل القصص الإيجابية المواقف الإيجابية مسيرة النجاح. الإنسان أي إنسان بدأ مسيرة بتاعت نجاح بدأها من فشل حولها بإيجابية لأنها تبقى نجاح. نتمنى الناس كلها تقتدي بالحاجة إن شاء الله. وأتمنى لكم حظ إيجابي وسعيد إن شاء الله. الله يعطيك العافية. شابين النيرين. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا.